طبعا هناك مصطلح دائما نسمعه عندما نتحدث عن موضة الأزياء والترند في عالم الأناقة، هو ترند ميكرز أو صانعي الموضة. وأتوقع أن الموضة الآن أصبحت تصنع من منصات السوشيال ميديا وما ترتديه النجمات والمشاهير في حياتهم اليومية، أصبح هو اختيار الناس في أزيائهم اليومية. اليوم والشتاء خلاص على الأبواب، راح نتعرف على موضة شتاء وخريف 2022 وإيش هي أكثر الألوان والتصاميم الدارجة، أكيد مع ضيفتنا خبيرة المظهر ريما جودات. هلا وسهلا بك يا ريما، منورتنا. حبيبتي. يعني لما نتكلم عن الموضة، مين اللي بيحدد الموضة؟ يعني ممكن خلينا نقول اللي بيحدد الموضة عامة بيكونوا المصممين. المفروض أنه دور الأزياء، دور الأزياء، دور الأزياء صحيح. نعم. والموضة عامة بتتغير من سنة للثانية على حسب قد ايش هي عمليه وقد ايش هي مواكبه يعني. فهذا الشيء يعتمد على دور الازياء. طيب لو نتكلم عن الكوت وعن الكيب، كيف نلبسه؟ الكوت والكيب هم تقريبا من نفس العائله، اشياء اساسيه في الدولاب، لازم تكون متوفره في اي دولاب طبعا. تلبس بكذا طريقه، ويعتمد على لبسها على حسب انت شكل جسمك وكيف حابه بيني وايش المناسب اللي احتضريها بالكوت حقك. طيب خلينا نتكلم بتفاصيل اكثر، الالوان، الوان السنه هذه، الشتاء هذا، الخريف ده، شوف الالوان الفاقعه والجميله. انا وياهم نعم. انا وياهم مطقمين اشوي الحمد لله. أيه البنفسجي ما زال حاضر بقوه. ايوه الالوان الصريحه عامه، الوان الفاقعه، الفوشي، الاخضر الصريح، النيلي، حتى في الليلكي. الشتاء؟ هو في الشتاء، في الشتاء ايوه، هذا الشتاء دارجه فيه هذه الالوان، واللون يعتبر جديد على كلون شتوي، وهو اساسا لون ربيعي او لون صيفي، هو اللون الليلكي، دارج بشده هذا الشتاء. قلنا الاورنج والاحمر كمان من الوان الدارجه. الاحمر اللي على اورنج شويه، الاحمر الصريح، هذا داخل بقوه، اللي على اورنج هذا داخل بقوه، هذا هذا الشتاء. يمكن يعني اللي نفهمه انه دائما الشتاء، مو يمكن في دولنا العربيه، ولكن في اوروبا وامريكا وكندا وهذه الدول اللي فيها الشتاء رمادي وثلج، يحتاجوا هذه الالوان، لان الدنيا خلاص ما في زرع، ما في اخضر، ما في الوان. صحيح. فهذه الالوان الفاقعه نحتاجها تعزز فينا كده، تدينا شويه سعاده. انا معك في ذا الموضوع، بس انا لما اكون مثلا، لان انا بردانه، لما شفت الصور زدت يعني حسيت ببروده اكثر. ليه؟ بالعكس، الالوان الاحمر والاورنج مثلا، خلينا نقول من الالوان اللي جايه من الشمس، تسبب دفء، يعني تجيب الدفء. فبالعكس هذه من الالوان الحلوه في الشتاء، تجيب الدفء. يعني مثلا انا احس، انا احب الالوان اللي اكثر على نود، على بني، على نود وعلى بني، هذا دارج في كل شتاء. يعني صح. لون اساسي حتى يكون في دولابك النود، والدرجات البني بدرجاتها، يعني الرمادي، الاسود، هذه كلها الوان اساسيه في الشتاء. لو جينا الوان شتويه، خلينا نقول الزيتي والعنابي، هذه برضو من الوان الشتويه. صح، ممتاز. طيب كمان مهم اننا نتكلم عن البوتات، الشتاء جاء، لازم نطلع البوتات او نشتري بوتات جديده. ايش هي موضة البوتات لهذه السنه؟ موضة البوتات هذه السنه مستوحاه، خلينا نقول، من موضة الصيف، اللي هي كانت الشوز تيجي من قدام مربعه، نفس الشيء دارج البوت المربع. حلو، مريح على الاقل يا جماعه، مريح. هذا الشيء طيب. مريحة صحيح. وكمان البوت اللي هو تحت الركبة، اللي يجي فيه وسع شوي، كمان دارج هذا الشتاء. بالإضافة إلى القطع الأساسية طبعا الموجودة في كل دولاب، اللي هو البوت اللي شكله زي البوت حق الجيش. أيوة، الميلتري. طبعا الميلتري صح. هذا لازم، ما أدري يعني أحس أن هذه البوتات ذي النوع تعطي دفاشة، خاصة أن لبس الشتاء راح نعتمد عليه ذا الشتاء، أنه يكون الأوفر سايز الكبير، ما عاد فيه الأشياء اللي ماسكة، ما عاد فيه، فأحس على منظر أنه أشياء كذا كبيرة وأشياء مربع، ما أحس أنه كذا فيه شوي. يعني هي موضة حقت وقتها، تلبسيها حق وقتها يعني. صح. طب إيش الأخطاء الشائعة اللي يطيحون فيها البنات لما تلبس البوتات؟ شوفي، بالنسبة للأخطاء الشائعة، هي حتكون إذا أنت مثلا، يعتمد على طولك، طول قامتك او قصر قامتك، اذا كنتي طويله ايش المفروض تلبسي، اذا كنتي قصيره ايش المفروض تلبسي، وغير كذا ايش اللبس نفسه، يعني اذا كان قصير، اذا كان طويل، حسب يعني انت كيف حابه تبيني. اذا حابه تبيني مثلا طويله،
وانت قصيره قامه، البوت اذا حتلبسيه ما ينفع يكون اللي هو من وسط ساقك، لازم يكون يا طويل مره يا قصير مره، لانه منطقه الساق قد ما تبين قد ما تعطيكي طول. ممتاز. لانه بعض كمان السيدات يعني عندهم مثلا تكون الساق ممتلئه فيعانوا في لبس البوتات، يعني خصوصا البوتات اللي تكون ما هي طويله مره، يعني مجرد رقبه يعني، فتجي ضيقه. اذا كانت ضيقه افضل ما تلبسيها عشان ما تبين ساقك مخنوقه، وهذا حيعطيها بالضبط حيخنقها وحتبين امله. فلا الطويل ممكن يكون اكثر، الطويل يعني الطويل اهم شيء ما يبين هذه الخنقه اللي في البس، واذا ما ناسبك لا تلبسي، لا تلبسي، هذه نصيحه انت مضطره تلبسينها. بالضبط صحيح. طيب ليما كمان موضه السكارف، هل السكارف كمان ضروري مكمل من الاكسسوارات تبع الجاكيت والكيب وهذه الاشياء؟ شوفي السكارف من الاشياء اللي ادوات الدفء خلينا نقول، ما لها موضه معينه. اوكي في دور الازياء كل سنه بتنزل اشياء جديده، ولكن ما نقدر نقول انه موضه هذه السنه السكارف، لانه هو موجود تايمليس، يعني موجود للابد. يعني اللي يفرق هنا الطريقه اللي حتلبسي فيها السكارف كيف حتكون، وحسب الخامه بعد. وحسب الخامه صحيح. ممكن تلبسيها مثلا اذا برضو يعتمد على حابه تبيني اطول ولا حابه تبيني انحف، او حابه تبيني او انت طويله وحابه توزني مثلا، اذا كنت مثلا خلينا نقول قصيره وحابه تبيني اطول، دائما البس السكارف مفتوح. اوكي لا تسكريه، ما نلفه. بالذات لو كان طويل، قطعه طويله، اذا كنت حابه مثلا تبيني انحف، هذا اهم شيء، او حابه تبيني مثلا رقبتك اطول، حلو، لا تلف السكارف على رقبتك، حيقصر رقبتك. على اكتافك صح؟ صحيح، خليه على اكتافك، خليه مفتوح دائما. المفتوح او الشكل الطولي هذا اللي يكون نازل دائما يخلي تركيز النظر على الوسط، وهذا الشيء حيبينك اطول وانحف للناس اللي قاعدين يشوفونك. حلو. طيب الحين خلصنا من السكارف، نجي للاشياء اللي تخص الراس، سواء كانت ايس كاب، الايس كاب، الربطات، حتى البندانات، هذه الاشياء هل هي درجه الشتاء ولا لا؟ برضو زي هذه الاشياء نفس الشيء، ادوات الدفى نفس السكارف، يعني ما لها موضه معينه، بس اهم شيء لو كان الجو بارد نلبسها عشان تدفينا فقط يعني. صح، بس برضه لها اشكال، ويعني على حسب كمان قصه الشعر، على حسب شعري والمكان اللي انت رايحت له بعد. يعني انا ما استنى، يعني اذا رايحه الاسكيمو اكيد لازم، والله حتى هنا صراحه حتى هنا يعني لا ننسى برد الرياض، يعني ايش بدنا نسينا اذا رايحه البر. ايوه البر والخرجات دي لازم الهات، لانه الاداني عارفه لازم تتدفى. صحيح، وفي اشكال كثير للهات، وفي اللي تجي على شكل طوق مثلا، تجي هذه الاشياء يعني، فتختلف يعني. طيب يعني في اشياء كمان تجي فيها اكسسوارات، صحيح، يعني بيجي على الهات في لمعه، في اكسسوارات، كريستالات كثير، ممكن تكون لولو، ممكن تكون هذه الاشياء محبذه ولا نبتعد عنها؟ يعني هذه الشتاء مو نازله كثير على الموضه وكذا، نزلت قبل سنتين او ثلاث سنين كانت دارجه، بس هذا الشتاء لا، ما مو مره دارجه يعني. طب كيف اللمعه في الملابس الماتلت؟ السنه هذه نازل الاقمشه المعدنيه ويسموها الميتاليك، دارجة بشدة مثل اللي بالصور. ايوه انا مو قادره اشوف الصور هنا. اي هذه هي صحيح. ما زال موجود؟ ما زال حاضر الميتاليك؟ نعم حاضر بشده، وعلى الوان كمان مو بس فضي وذهبي. حلو، لانه والله العظيم انه يبرد. ايوه يبرد في الشتاء صح؟ مره يبرد. في ناس في سبيل الكشخه مستعده تلبس اي شيء. ما احنا شفنا في الجونه في كانوا لابسين ميتاليك، شفنا الفنانات لابسين ميتاليك حاضر. دارج بشده هذا الشتاء الميتاليك، وحتى الترتر كمان ممتد لهذا الشتاء. كمان الريش، لابسه ريش عشان دارج لهذا الشتاء. الريش لسه ما زال حاضر بقوه؟ زال في كل شتاء تقريبا الريش حاضر بقوه. طيب والجلود؟ والجلود كمان حاضرة بقوة. الجاكيتس اللي تكون أوفر سايز حاضرة بقوة، اللي هي الجلد يعني الأسود والعنابي حاضرين بقوة هذا الشتاء. النكشات اللي هي حقت الحيوانات، الزيبرا. أيوة صحيح، كمان النمر. كمان دارجة هذه السنة بقوة، خاصة على الجزم، لاحظتها الفترة هذه كاثرة. أيوة. على الجزم في دور أزياء كثير نزلة هذه الطبعات في الأشياء في وبألوان صريحة بعد. صحيح، يعني هذه ما تقيد في اللبس، يعني مثلا لما نختار زيبرا اسود وابيض البوت مثلا ما يقيدني في اللبس؟ ايش يقيد؟ بالعكس عليه. الزيبرا بالذات الزيبرا الابيض والاسود يليق تقريبا على معظم الالوان، تقدر تحطي جنبه اي لون يطلع حلو. صح،
الأسود والأبيض بالفعل، يعني زي ما احنا شايفين هنا حاضر الزيبرا بقوة، ولكن ما أدري يعني أحس إنه هذه السنة ما في شيء، لا صح كل شيء قاعدة كل شيء حاضر كثير أشياء دارجة صحيح. أيوه يعني هذه السنة فتحوا كل شيء عشان ما حد يقول لا ما نقدر ما ينفع ما لا التعويض عن السنين اللي راح لا تنسى كورونا واللي هبطوا فيها. أيوه بالضبط هذا هو. قاعدة قبل أمس داخلة على الأونلاين، على طار الأونلاين لما احنا أمس تكلمنا عنه، فقمت دخلت الأونلاين بشوف وش الأشياء اللي نازلة واللي مين نازلة، من ضمنها كانت نظارات اللي فروا عليها على النظارة مرة عجبتني زي الشنط حقت الشتاء يجي عليها فرو بالعاده بالضبط. او صوف تكون شغلها صوف. لا هذه فرو شفتها فعجبتني كبيره كذا من براند معين كذا كبيره حلو، فقلت هذه دفة صدق يعني دف الوجه طب وش الاشياء اللي نازله على النظارات؟ النظاره اللي قلتي عنها يعني شوفي النظارات هذه يبغالها يمكن حلقه مستقله ايوه صح عشان نبحر فيها يعني بالاكسسوارات. طيب كمان الريش، احنا قلنا انه الريش ما زال موجود، خلينا نشوف صحيح. بعض دور الازياء كيف منزلين الريش داخل في بعض الملابس. والله شوفي انا ماني من هواة الريش، بس لما اشوفه كده والله حلو جميل مرة. جدا جميل يعني جدا الريش، وخصوصا لما يكون كمان الريش لون مختلف عن نفس لون القطعه يعني صحيح. زي هذيك البني والبيج الريش لونه اورنج، بس يبغى له جرأة صح ولا لا؟ بالعكس الريش يعني بسيط، ليش يبغى له جرأة؟ هو شيء بسيط يعني هو إضافة لللبس صح ما يبغى له أي جرأة، زيه زي الشك زيه زي أي شغل في أي لبس. وأنا أحس الريش أجمل بعد من الشك والترتل صحيح الأشياء، أحس يعطيك أنوثة صحيح صادقة يعطيك أنوثة يخرب شكله إذا كان مثلا زيادة أو أوفر أو إنه حسب هو قد إيش محطوط في القطعة. هل تنصح الريش في العبايات ممكن يكون؟ أيوه ممكن أيوة. مع اني ما احس ما افضل عبايه فيها ريش، ليش؟ لانه العبايه انت كثير تلبسينها و24 ساعه ما حيكون عملي صحيح بالضبط، والريش العمل يبغى الريش حساس يبغى له عنايه خاصه، بس كمان موجود في العبايات، في عبايات فيها ريش. يعني السنه موضه مختلفه ومميزه تعويض. وكثير تعويض صحيح لكن لو نبغى نتكلم عن الأساسيات، إيش هي الأشياء اللي لازم تكون في خزانة كل سيدة عشان تكون على الموضة في هذا الشتاء؟ الأساسي زي ما قلنا الكوت هذا شيء أساسي طول سواء الكوت. طويل طول أو قصير طول الكوت حسب طولك أنت. أي يعني مثلا نختار الميدي نختار الطويل مرة؟ إذا كنت طويلة عندك حرية في الطول بالنسبة حلو. للكوت إذا كنت قصيرة يا طويل يا فوق الركبة، يا طويل جدا للأرض يا فوق الركبة. ممتاز صحيح. ممتاز وهذا الشيء اللي احنا يعني شوفي كثير سيدات يمكن لما نجي الشتاء خلاص يستغنوا عن العباية بالكوت الطويل صحيح. مرة انه خلاص ساتر أيوة. وطويل ويدفي، وهذا الشيء اللي احنا نبغاه. بنشوف اشكال مختلفة للأكوات كمان في الكوت الخامة، خلينا نتكلم عن الخامات في الستان او اللي هو اللي يكون يحمي من المطر والمويه. أيوة هذا كمان داخل او رين كوت اسمه بالضبط. والكيب، الكيب يفضل انيق جدا صحيح. كلمينا عن الاقمشه واختلافها. الاقمشه طبعا الاقمشه الشتاء معروفه يا هي يا صوف يا جوخ، هم اللي بيدفوا في الشتاء طبعا يعني. بس كمان في اللي هو الماتيريال اللي يحمي من المطر كمان، هذا موجود في اي شتاء يعني، هو زي ما قلت لك تايمليس الخامة يعني خامة متواجدة للأبد. كمان الجلود الحيوانات. جلود الحيوانات طبعاً. اللي هو جلد بس كأنه جلد ثعبان أو كذا كمان دارج. بما إنه دخلنا في الميتاليك أو الأقمشة المعدنية كمان هذه الأقمشة دارجة. اللي هو الجلد اللي يكون فيه لمعة. صح. طيب إيمي لو تكلمينا شوي، أنا بطلع عن موضوع الملابس. بدخل بموضوع المناكير، أنا قاعدة أشوف المناكير. فكيف وضع المناكير هذا الشتاء؟ المناكير عامة في الشتاء هو العنابي وانتي غامقة يعني درجات العنابي يعني البنيات أي والبنيات الألوان اللي هي حقت الشتاء عامة تجي في غامقة أغلب الألوان حقت الشتاء غامقة مو زي الصيف، الصيف دائما نروح للألوان الفاتحة السماوي البينك الفاتح صح. الأبيض الأخضر الفاتح الأخضر صحيح، لكن في الألوان الشتوية دائما عنابي بني حتى البيج ممكن بس يعني كلون دافي يعني الأخضر الزيتي كمان من ألوان الشتوية. أحس هذا الشتاء الناس البنات بالذات بيستانسون بيستمتعون صدق إنهم بيعوضون كل شيء لأنه كل شيء صاير موضة.
صحيح. كل شيء فعليا، واللي صار يحدد الموضة الغريب في الموضوع مو دور الأزياء أحس، السوشيال ميديا المشاهير صارت مثلا واحدة مشهورة لبست هذه تلاحظين خلاص كلهم صاروا على نفس صحيح. الخط يعني، فهذا شيء حلو سهل كثير على الناس مو زي قبل. كمان خلينا نتكلم على البنطلونات، هل تفضلي اني اشتري من البنطلونات السميكه الصوف مع الجاكيت وكذا، ولا اكتفي فقط بالكوت او الكيب انه هو بيكون خلاص بيدفي لي؟ لانه البنطلونات بتقيدني يعني خلاص، انه شهر واحد في السنه لما يكون مره برد انا ممكن حلبس البنطلون الصوف يعني. وبعض السيدات ما يفضلوها لانها بتدي زياده للوزن بحكم انها سميكه. صحيح. بس والله تدفي. اي تدفي طبعا تدفي. انت شكلك برادت. انا الحين اصلا قاعد اتكلم معك وانا بردانه يعني. شوفي الصوف دارج هذه السنه كمان، ودارج كل سنه، بس خلينا نقول ان الصوف هذه السنه دارج بطريقه الفساتين او الاطقم. ممتاز. تلبسيه أيوة كطقم كامل نفس yeah. اللون نفس كل شيء. صحيح. وانيق جدا اللون أنيق الواحد جدا بس هذا. شوفي الصوف لما تلبسيه قطعه كامله لازم تنتبهي انه الصوف مو قماشه فت، مو قماشه تمسك على الجسم او تجي مضبوطه على الجسم. ايوه. الا ما يكون فيها نتوءات من طريقه معينه، يعني اذا انت عندك زوايد في اماكن معينه ولبستي صوف مثلا خلينا نقول فستان. اي. والفستان فيه زوايد يعني من مناطق الزايده عندك، هنا لازم تلبسي تنتبهي لهذه النقطه وتلبسي مشد. كرسي من داخل. ايوه بالضبط، لانه الصوف جدا حساس. يبين اي عيوب في الجسم، عشان كذا بالعاده متعودين احنا الصوف يكون بلوفر مثلا واسع. مزبوط. بس لما يجيك فستان لازم تنتبه لهذه النقطه. لا وخاصه انه ما يصلح يكون على الجلد دايركت الصوف، يعني حلو انه يكون تحته في ذي البطانه. صحيح. فاحس احلى يكون على الجسم حتى يعطي بس عامه نلبسي مشد. نلبس مشد ليش لا؟ نلبس في سبيل الجمال والموضه نلبس ليش لا؟ ليم ردنا استمتعنا معاك وشكرا لك ولتواجدك معنا. يعطيك العافيه. مشاهدينا نطلع فاصل بسيط ونرجع لكم.